السيد بيكادير، لما بنيجي نتكلم على غسل الأموال، يعني إيه غسل أموال ومصادر الأموال دي بتبقى جاية منين؟ تعريف مصطلح غسل الأموال وهو مصطلح دولي. Money laundering involves moving the proceeds of crime. However, most jurisdictions and the international standard increasingly include a wide range of crimes. هناك بعض المجالات المتعلقة بالجريمة الدولية وبعض أيضا الأموال التي تستخدم بشكل غير شرعي، فتسعى هذه الجماعات والشبكات من أجل غسل هذه الأموال بصورة شرعية. يبدو أن هناك مشكلة تتعلق بوضوح أو وصول الصوت للسيد بيكادير. طيب، هو احنا لما بتتكلم على الأساليب المختلفة دي أو مصادر التمويل ده، والمصادر دي معروفة، هل نقدر نقلل الجرائم المالية العالمية ده؟ يعني هل ممكن يتحقق، وإزاي ممكن يتحقق؟ هو سؤال هام جدا، لكن هناك تحديات يواجهها العالم كل يوم فيما يتعلق بعملية غسل الأموال والتشريعات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة. في البداية نحن في حاجة إلى أن تنظر الحكومات وتدقق في طرق تدفق وسير الأموال وانتقالها من بين البنوك والمؤسسات المالية المختلفة. وفي العديد من الدول هناك بعض الأجهزة الرقابية وبعض المؤسسات التي تعمل بصورة على اقتصاديات كبرى، ولكن هناك أيضا بعض المؤسسات المالية الصغرى التي يمكن أن يتم وضعها كذلك تحت المراقبة. إذن النقطة الأولى هو إعطاء الحكومة التشريعات المناسبة لها لاتخاذ ما تراه مناسبا لمراقبة حركة سير الأموال. والنقطة الثانية العمل مع البنوك من خلال شبكة للبنوك الكبرى داخل الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة، وأيضا توافر المعلومات المناسبة عبر هذه البنوك والمؤسسات المالية، ومتابعة أيضا الجريمة العالمية وكيفية استخدامها لهذه الأموال. كمثال، في العديد من البنوك الكبرى ما زالت هناك ليست هناك لدى بعض المؤسسات وبعض البنوك خلفية ومعلومات تتعلق بأساليب وطرق هذه المنظمات الإجرامية الدولية العالمية في كيفية استخدامها لوسائل غير شرعية لتهريب هذه الأموال أو غسل الأموال. ومن ثم يجب أن يكون هناك منظومة دولية وتنسيق تام ما بين هذه المؤسسات المالية الكبرى والبنوك لتتبع هذه الشبكات. والنقطة الأخرى والتي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك
اهتمام بأنظمة والتشريعات ما بين القطاعات المالية المختلفة ومستوياتها المختلفة كذلك. كمثال إذا كان لدينا بنوك ولكن هناك أيضا شركات تتعامل مع الأموال ولديها تكنولوجيا متقدمة تستطيع استغلال هذه التكنولوجيا في استخدام وغسل الأموال من خلال عمليات الشحن للبضائع ومن خلال شبكات تعمل على هذه الخدمات غير الشرعية. ومن ثم علينا أيضا تتبع واستخدام تكنولوجيا متطورة مضادة من أجل اكتشاف كل هذه الطرق غير الشرعية والتنظيمية.